مساء الخير والجمال عليكم. النهارده حكايه جدتي مش حكايه محدده، لكن هي كام حاجه في بعض كده كانت بتحصل ومواقف كانت بتحصل علمتني حاجات كتير جدا. علمتني ازاي ابقى عندي لين القلب. يعني كان مثلا وانا عندي 15 سنه كده، وكان حد يغيب عنها مثلا كتير مدة طويلة، أو يغيب عنها فترة ما يتصلش بيها. طبعا بيتصل على التليفون الأسود الأرضي اللي هو القرص ده بتاع زمان ده، فكانت تكلمه لما يجي يتصل بيها أو حد يحتاج لها في حاجة تكلمه، يعني كأنه كان عندنا، كأنه كان موجود معانا من شوية. فأنا كنت بصراحة دايما انتقدها في الحته دي واقول لها يا تيتا دول مش بيسالوا علينا، دول ما بيكلموناش خالص الا لما يكونوا عايزين حاجه. تقول لي طب ما دي احلى حاجه ان ربنا يحطك ان انت تقضي حوائج الناس، ان لما حد يحتاج حاجه يلجا لك. كويس ان ربنا فكره بيا لما احتاج حاجه. فكنت دايما اقول لها لا، انا مش ممكن اعمل كده، مش ممكن اسال على اللي بيسالش عليا، مش ممكن حد يكلمني واكلمه كويس وهو بقاله سنه ما سالش عليا. تمر الايام وتعدي الايام، والاقي نفسي بتصرف زي جدتي بالظبط، الاقي نفسي في نفس الموقف، ويجي على بالي في ساعتها موقفها وكلامها لما كانت تقول لي احمدي ربنا ان انتي تتحطي في مكان تقضي فيه حوائج الناس. لما ربنا يخليكي في مكان حد اما يعوزك يحتاج لك، لو حد عايز خدمة منك او مصلحة زي ما احنا بنقول يحتاج لك، دي حاجة كويسة تحمدي ربنا عليها، دي نعمة من نعم ربنا، ربنا اديها لك. كانت دايما تقول لي لما تحبي تعلمي ابنك الصلاة ما تفضليش تزني عليه وتقولي له صلي صلي صلي، لا صلي انت قدامه. كانت دايما تقول لي الكلمة دي، صلي انت قدامه. لو هو ما صلاش زيك النهاردة، لكن بعد 5 سنين او 10 سنين هيصلي زيك بالظبط. وفعلا لقيت ان انا لما ببزنش الصلاة لوحده فعلا سبحان الله احنا بنطلع زي اهلنا. حتى الحاجات اللي اهلنا احنا كنا بننتقدهم فيها بنلاقي نفسنا بنعملها اوتوماتيك. كانت دايما تقول لي اوعي اوعي تعيبي على حد، اوعي وخلي بالك ان من عيب ابتلى. هتعيبي على فلانة لازم هتغلطي غلطتها وربنا هيفكرك بيها وقت ما انت بتعملي الغلط اللي هي عملته. لازم بصوا، واتحطيت في الموقف ده بجد والله العظيم، اتحطيت في نفس الموقف وعيبت على حد ولقيت نفسي محطوطة في نفس الموقف بالظبط. وفعلا هي جت على بالي وقلت سبحان الله، وقررت من يوم ان انا ابدا ما عيبش على حد، ودايما اقول انا ما اعرفش ظروف اللي قدامي فما اقدرش احكم عليه، ما اقدرش اعيب على حد انا ما عشتش حياته ولا عشت ظروفه، يمكن لو انا عشت ظروفه اتصرف اسوأ منه. دايما يا جماعه حطوا نفسكم مكان اللي قدامكم، دايما ما تحكموش على حد ابدا ابدا انتوا ما عشتوش حياته. دايما خلي عندكم نظره فيها رحمه شويه، مش لازم نمسك لبعض السكاكين، مش لازم لما نشوف حد غلط كلنا نذبحه ونقول ده غلطان، حد واحد يلتمس له العذر، حد يحط نفسه مكانه، احنا كلنا بشر. كانت من الحاجات اللي اتعلمتها منها جدا، كان في مره واحده جايه بتشتكي لها وبتقول لها انا عايزه اتطلق، انا عرفت ان جوزي بيعرف واحده عليا وانا هسيب البيت ومش هرجع ابدا وخلاص كده الموضوع انتهى. فقعدت تقول لها يعني انت عايزه تخربي بيتك بايدك؟ لا طبعا انت غلطانه. تقول لها ازاي ده بيعمل كذا وكذا؟ قالت لها هو دلوقتي بيعمل كده وعامل لك حساب وبيجي ينام جنبك في السرير. لو انت عرفتي وحسستي ان انت عرفتي هيروح يبات جنبها ومش هتلاقيه خالص، على الاقل هو دلوقتي معاكي وموجود في بيتك. لو انت قلتي له انا عرفت وحسستيه ان انت عرفتي وحسستيه ان الدنيا عادي، هيقول لك طيب خلاص طالما عرفتي وعرفتي فانا رايح لها. يبقى انت خسرتي جوزك وخسرتي بيتك وخسرتي كل حاجه. فكانت دايما القصه دي بصراحه مش بنساها ابدا، لانها كانت قدامي وانا كنت بقعد كده، يعني ممكن ما اكونش مركزه معاهم بس بلاقي الكلام بعد كده بيتعاد قدامي، كلام شديد الذكريان بيرجع وبلاقي الكلام والحكم بتاعتها طريقة ان هي فعلا كان عندها حق وكان عندها نظرة صح وكان عندها
مواظ، وكان عقلهم كبير قوي مع انهم ما كانوش متعلمين تعليم عادي ولا جامعي ولا حاجه، بس هي كانت دايما تقول لي الست المثقفه احسن من الست المتعلمه. الست المثقفه هتكلميها في اي مجال هتتكلم معاكي، هتكلميها في الموضه هتتكلم، هتكلميها في المطبخ هتبقى عارفه، هتكلميها في السياسه هترد كويس، هتكلميها في الفن هتعرف، في اي مجال من المجالات هتتكلمي مع الست المثقفه هتفيدك. لكن الست المتعلمه مش هتفيدك غير اللي هي اتعلمته بس. في فرق كبير جدا بين الثقافة والتعليم. احنا مش كلنا متعلمين، اه سوري، كلنا متعلمين لكن مش كلنا مثقفين. فكان ليها وجهة نظر، وكان ليها ما كانتش متعلمة لكن لازم كانت تقرا بريد الأهرام وبريد الجمعة، ده لازم تقراه وتقرا جريدة الأهرام وتعرف في السياسة وتعرف كل حاجة كانت عندها. أنا لقيت نفسي بمشي على منهجها، مع اني ايامها انا كنت بعترض على تصرفاتها وحاسه ان هي يعني حاجه بالنسبه لي ضغط على اعصابي جامد بس لما بلاقي نفسي في المرحله دي بقول انا مبسوطه ان انا طلعت زيها، انا مبسوطه ان انا بتصرف كده، انا مبسوطه ان الناس تلجأ لي وتطلب مني حاجه، لو انا في ايدي حاجه هعملها. عمري ما اتاخرت ابدا ان انا اساعد حد، عمري ما اتاخرت على حد، بالعكس انا بقيت افرح لما حد يكلمني. في مره واحده قالت لي كده، قالت لي انت من اخف الناس على قلبي ان انا اكلمهم لما اغيب، لان انا عارفه ان انت هتكلميني كويس وعمرك ما هتعديني وتقولي انت فين ولا ما بتساليش ليه ولا بتتكلميش ليه وتقعدي ازاي كل ده ما تكلمينيش. فعلا يا جماعه انا نفسي في ناس كده ببقى نفسي اكلمهم وهم وحشيني، بس من كتر الكلام اللي انا هسمعه في المكالمة ببقى مش قادرة استوعب، يعني مش قادرة استحمل كمية اللوم اللي انا هسمعها عشان ما بسألش. لكن لو احنا خففنا على بعض وحد كان بعيد عنك وجيت اتصل بيك تقول له ازيك، انت وحشني قوي، عامل ايه، اخبارك ايه، فينك، انت كويس، عيلتك كويسة، بلاش نعاتب على اللي فات، بلاش نفضل نلوم الناس ان هما ما بيسألوش، ما احنا كمان في ناس ما بنسألش عليهم، في ناس احنا المفروض نسأل عليهم ما بنسألش عليهم. حاجات وحكايات وحكايات جدتي ما بتخلص، وهنلاقي حكايات تانية وحواديت تانية، وهقول لكم حاجات كتيرة.